السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. كيما كتشوفوا كيما العاده كل شهر كننزل لكم كتالوج ديال اوريفلام. كنا دوينا المره اللي فاتت على المؤسسين ديال هذه الشركه هذه وعلى كيف تسجلي فيها. وصراحه الا بغيتي تسجلي سهل ولا بغيتي تخدمي فيها سهل والربح ديالها مضمون، فقط خاص الانسان تكون عنده العزيمه ويكون عنده الاراده ان راه بغى يوصل شي حاجه. كي قلت لكم يوصل، واللي بغى يسجل فيها سهل فقط كيحتاج لاكارت ديالو، وكاين بعض المرات كيخلص 35 درهم، بعض المرات كيرجعوها ليه. كترجع ليه ملي كيتقدى كيعطيوه ديك 35 درهم كيحسبوها ليه في التقضيه ديالو. المهم كاين الارباح كي قلت لكم. هنا كما كتشوفوا هذا الكتالوج ديال شهر 12، يعني فيه مزايا كثيره كثيره بزاف، وفي برودويات زوينين، وفي كيكونوا ديما مفاجآت وكيكونوا ديما هدايا في اوريفلام. يعني كنت انا عندي بزاف ديال يعني بزاف ديال الهدايا ربحت من اوريفلام. ان شاء الله المره الجايه غندير لكم عليها فيديو باش تشوفوا اشنو الهدايا اللي خديت صراحه ومن اوريفلام. يعني صراحه هدايا زوينين. المهم كما كتشوفوا اليوم معنا هذا الكتالوج ديال اوريفلام اللي فيه برودويات واعرين هذا الشهر هذا ديال شهر 12، وفيه ادوات زوينين وفيه هدايا وفيه بروموات على لي برودوي وعلى حتى العطور وكل شيء فيه. كاينين برودويات. المهم انا عطيتكم عندي، كنت وريتكم حتى لي برودوي اللي عندي ديال اوريفلام اللي كنستعمل انا شخصيا ديما فيما كيساليو ليا، كنحاول اني تاني نعاود نرجع ناخذهم. ما نكثرش عليكم الهضره بزاف، المهم غنبقى ندوي معكم ضروري حيت الموسيقى ما يمكنش، ضروري خصني ندوي في الفيديو، ما يمكنش ليا ندير حقوق الطبع والنشر. داكشي علاش غنبقى ديما ننزل لكم بصوتي لي فيديو ديال الكتالوج. مهم اي اسئله، اي وحده عندها اي سؤال على اوريفلام او كيفاش تسجل او الا بغات تحت تسجل تواصل معايا. كنحط رقم ديال الهاتف ديالي في صندوق الوصف، يعني اللي بغات تسجل تواصل معايا في الخاص ان شاء الله. المهم هنا وفي ارباح راه بالنسبه لاوريفلام، تقدري انت ديري مشروعك الخاص الا كان عندك معارف وعندك جيران وعندك اصدقاء ديالك، تقدري انك تبيعي من دارك، ما تحتاجيش انك تخرجي او من دارك. كما قلت لكم بالواتساب مواقع التواصل الاجتماعي راه رائعين في البيع والشراء. حاولي تشوفي الطرق انت اللي تخدمي بها، حاولي انك انت ديري الكليان ديالك. المهم راه هنايا كيبانوا لكم لي برودوي مع الاثمنه اللي كيكونوا بطبيعه الحال كتبيعي بهم. هاد الاثمنه اللي كيكونوا في الكتالوج هما اللي كتبيعي بهم انت، يعني ماشي اللي كتشري بهم انت. انت كيخليو لك الارباح ديالك 30% كتكون ديالك انت، الربح الشخصي ديالك. وكما قلت لكم الفرع ديالو راه كاين هنا في سبعته، يعني كانوا فروع اخرين، ما يبقاش هذا الوحيد هنا اللي في كازا هو اللي في سبعته، هو اللي كتعاملي معاه تاخدي منه. حتى اللي بغى لي برودوي يوصلوه كيدومونديهم باغ انترنيت وكيصيفطوهم ليه، كتوصلو حتى العنوان اللي تيحط، فقط انه يكون العنوان صحيح ويكون تكون الادريسه صحيحه يعني اللي غادي توصل فيها السلعه. هنايا كاين اللي كيقول لك لا يعني البرودوي مزوينين، صراحه زوينين، تقدري انك تجربي وتشوفي لا من ناحيه الماكياج لا من ناحيه البرودوي ديال الجسم. هما كلهم زوينين. كي قلت لكم اللي بغات دير المشروع ديالها يمكن ليها دير المشروع ديالها، فقط انها تعرف كيفاش تعامل بيع وشراء، ويكون عندها طريقة البيع ديالها اللي هي غدير واحد غتعمل واحد يعني مراحل، كيفاش تخدم، كيفاش تواصل مع الناس، كيفاش انها تشرح ليهم الكتالوج، كيفاش انها تحاول انها توريهم السلعة وتوريهم لي برودوي كل حاجة لاش كتليق ولاش كتصلاح. حيت كاينين برودوي كل حاجة لاش كتليق، وكاينين حتى لي ماكياج كل حاجة اشنو لاش كتليق اش من بشرة،
يعني ماشي كلشي، وحتى الروايح حتى هما يا المهم. هذه الجوردانية انا كتحمقني، هذه الجوردانية رائعة صراحة، اللي ما مستعملهاش وملي عمرها ما جربتها نصحها تجربها. هادو كريمات ديال الجسم وديال اليدين، حليب كلشي، يعني فيها كلشي لاغام ديالهم. ممكن كاينين بزاف لي برودوي، كي قلت لكم هادو رويح، هادو حتى هما رويح. كي قلت لكم يعني تحددي واحد المسار ديالك اللي انت غتبيعي به وغتعاملي به مع الكليان، وتحددي حتى تحددي عفوا حتى يعني راس المال اللي غتخدمي به، ما غاديش تمكن لك انك تبيعي وفي نفس الوقت تخسري راس المال. يعني ضروري خصك تبقاي تخلي داك راس المال ديالك محطوط على جنب، ما تخسريش، حيت الا خسرتي ضروري خصك باش ديما تشري راس المال يكون هذاك ديال البيع والشراء، والارباح بطبيعه الحال حتى هي ما تخسريهاش. هذا هو البيع والشراء، ضروري راس المال والارباح ديالك يبقاو مفرقين ديما. مهم في بخدويات اللي يمكن لك تستعمليهم على حسب السن، هادو راه على حسب السن، هذا كاين 35 كاين 40. حتى الرجال حتى هما الروايح ديالهم هادو رائعين، كانوا كيطلبوهم ليا بزاف بزاف، كيطلبوهم هاد الروايح هادو كيطلبوهم الرجال بزاف رائعين. وهادو كريمات ديال اليدين كتوريتهم ليكم بعدا، غادي نوريكم هاد الكريمات هادو عندي، غادي نوريهم ليكم، رائعين في اليدين، واحد الريحه روعه صراحه. وهذه غنيه عن يعني التعريف طبيعه الحال، راها غزاله 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 صراحه، فواحد الريحه ديالها فنه. مهم كاينين كريمات بيرسكين هذا مهم، كاينين شي حاجه اللي زوينه والتعامل ديالها رائع بالناحيه ديال استعمال للجسم او اليدين او الكريمات او على حسب. شوفي انتي، المهم حاولي انك تعرفي الكتالوج قبل ما بغيتي تبيعي وتشري، تعرفي كيفاش تشرحي هذا زيت الكوك، تعرفي اشنو تشرحي، وتعرفي اشنو المنتوجات اللي قلت لكم علاش كتليق باش تعاملي معها. هذه صباغه الاظافر انا كتعجبني وكناخذ منها، وراه كتشوفوني كنديرها بزاف وصراحه كتعجبني. وهادو كريمات ديال الجسم كاملين، كريم ديال الجسم هذا، غنعطيكم واحد الوصفه زوينه بهذا الكريم هذا حتى من بعد ان شاء الله، وندير لكم فيديو عليها. ولي جلوس حتى هما يا رائعين، يعني عكوره جلوسات كلشي فيه، كاين كلشي اي حاجه اللون اللي بغيتي درجه. المهم هادو حتى هما كاين هاد ديال اللي كتنقي الوجه زوينه، كاينين فيها بزاف ديال كاينين هنايا الشتاء ديالها. المهم كاينين انواع وانوان، هادي لاغام، هذا لاغام، هادو اللي قلت لكم على حسب السن، هي هادي، هادي 25 سنه. كاينين لاغام ديال 40، كاينه ديال 45، كاينه ديال 20. المهم كاينين على حسب السن، كتعاملي تاخديها على حسب السن ديالك نتيا، ولكن راها صراحه زوينه، يعني فيها الجيلات، فيها عفوا الكولاجين، زوينه في البشره. كاين المنظف، كاين اللي كدهني به، كاين الكريم اللي كتبقاي تستعمليه. المهم هذه الروايحه دودغون رجاليه، وكاين حتى النسائيه، حتى هما زوينين، فيها جورداني اللي شي حاجه رائعه. المهم كاع اللي بغيتي تلقاي تقدري تلقايها في اوريفلام في الكتالوج، وصراحه اللي كيستعمل كاين اللي كيستعملهم واللي ما كيستعملهمش راه يعني استعملهم نصحو باستعمال ديالهم، حيت شي حاجه رائعه ولا استعملتيهم ما غاديش تستغني عليهم. قويت عليكم الهضره بزاف بزاف بزاف، ولكن كنحاول نعطيكم نصائح اللي تفيدكم وتعرفوا معاش اشنو كتعاملوا وباش كتعاملوا، يعني كيفاش ديروا. المهم النصائح كنتمنى انكم تستافدوا منها، يعني كنحاول ان نعطيها لكم حيت من التجارب ديالي الخاصه، وكذلك من التجارب ديالي كيفاش كنتعامل مع الكليان، وكيفاش كنعرف المنتوج اللي عندك، تعرفي المنتوج اللي عندك قبل ما تبيع. اي واحد بغى يدير الكوميرس يبيع خاصو يعرف السلعه اللي غادي يبيع قبل ما يبدا يبيع بها. هادو برودويات رجاليه رائعين حتى همايا، قبل ما تبداي تبيعي عارفي معاش كتعاملي او كيفاش تعاملي مع الناس. المهم كنتمنى نكون فدتكم، ما تنسونيش من لايك واشتراك، يعني ديما ما قلتهاش لكم، كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا فضلا وليس امرا انكم ديروا لايك والفيديو والبارطاج. هادو السيروم ديال الشعر هادو يعني زوينين حتى همايا،
هاد شي حاجة رائعة. مهم كريمات كل شي موجود اللي بغيتي. لايك البنات لايك، ما تنسونيش من لايك واشتراك والبوطونة الحمراء اللي كاينة اسفل الفيديو. كنتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو هذا، وما تبخلوش عليا وتبارطاجيو باش تعم الفائدة للجميع ان شاء الله. والسلام عليكم، والى فيديو اخر. دمتم بألف خير.